صباح الخير طلابنا الحلوين، طلاب الصف السادس. راح نبدي اليوم محافظة جديدة هي محافظة كربلاء المقدسة. الموقع الجغرافي للمحافظة، تقع محافظة كربلاء المقدسة في القسم الغربي الأوسط. هذه هي محافظة كربلاء أمامنا اللي بالأحمر، القسم الغربي. احنا سنتجه على الجهة الغربية، القسم الغربي الأوسط من وطننا العراق على حافة منطقة الهضبة الغربية. يعني الهضبة الغربية هي راح تبدي منا، هي راح تكون هسه تشوفوها حتى بالتضاريس مقسومة بالنص، قسم بالسهل الرسوبي وقسم بالهضبة الغربية. فإذا هي أين تقع؟ في القسم الغربي الأوسط من وطننا العراق على حافة منطقة الهضبة الغربية. نجي على التضاريس، شوفوا انتبهوا على التضاريس، هنا راح تنقسم قسمين. تقع محافظة كربلاء المقدسة ضمن منطقة، يا منطقتين، السهل الرسوبي والهضبة الغربية. تقع أراضيها أراضي الأقسام الشرقية والوسطى ضمن السهل الرسوبي. الأقسام الشرقية والوسطى ضمن أي منطقة؟ السهل الرسوبي. والأقسام الغربية ضمن منطقة الهضبة. تتميز أراضيها بالانبساط، تتخللها بعض الوديان. إذا ماما التضاريس محافظة كربلاء تنقسم إلى قسمين، أو تقع ضمن منطقتين تضاريسية اللي هي فراغ وفراغ. هذه تؤشر كفراغات. تقع محافظة كربلاء المقدسة ضمن فراغ وفراغ، السهل الرسوبي والهضبة الغربية. السهل الرسوبي شيش مليا أقسام، هسه نيجي على منطقة منطقة. السهل الرسوبي شيش مليا أقسام، الأقسام الشرقية والوسطى. هذه وين تقع؟ بالسهل الرسوبي. والأقسام الغربية من المحافظة ضمن منطقة الهضبة. بماذا تتميز أراضيها؟ بالانبساط، تتخللها بعض الوديان. ماما المحافظات الجنوبية كلها أرضها تتميز بالانبساط، تتخللها بعض الوديان أو بعض المرتفعات البسيطة، ما بها أي ارتفاع ثاني. بالنسبة إلى مناخها، قلنا أيضا الجنوبية ضمن أي مناخ؟ احنا خلصنا البحر المتوسط، خلصنا السهوب، هسه نشتغل كله مناخ صحراوي. تتميز المحافظة بسيادة المناخ الصحراوي. بيش تتميز؟ ترتفع درجات الحرارة خلال موسم الصيف لتتجاوز 45 درجة مئوية. أما في موسم الشتاء يتميز بالاعتدال في معظم أقسام المحافظة، وأمطارها تتسم بالتذبذب، فتتراوح كمياتها بين 150 إلى 300. الأرقام غير مطلوبة بالحفظ. من أسأل بماذا يتميز المناخ الصحراوي راح يكون الجواب ترتفع درجات الحرارة خلال موسم الصيف، أما في موسم الشتاء تتميز بالاعتدال في معظم أقسام المحافظة، وأمطارها تتسم بالتذبذب. هذا راح يكون جوابنا بالنسبة إلى صفات المناخ الصحراوي في محافظة كربلاء. بالنسبة إلى طرق النقل وعدد السكان، هذا للاطلاع غير مطلوب. نجي على الموارد المائية، هذا جواب لتعليل. العلل راح يكون بعد الجواب. علل: اقتصرت مصادر المياه على، شوف أنا حذفت هذه ماما وكتبت لكم هاي الكلمة فوقها، فنفس الشيء تسوون من يجيكم التعليل. أقول لكم علل: اقتصرت مصادر المياه على نهر الفرات والمياه الجوفية. يعني يعتمدون بمواردهم المائية على منو؟ على نهر الفرات وعلى المياه الجوفية. الجواب راح يكون بالبداية نكتب كلمة بسبب، وأنا خالت لكم يا بين قوسين، بسبب مناخ المحافظة الذي عرف بقلة أمطاره. بما أنه المناخ صحراوي فماكو أمطار بالمناخ الصحراوي، وإذا أكو فتكون قليلة لا يعتمد عليها. فعلى شنو راح يعتمدون؟ على نهر الفرات وعلى المياه الجوفية. يعني راح يعتمدون على مصادر المياه السطحية وعلى المياه الجوفية. إذا علل: اقتصرت مصادر المياه على نهر الفرات والمياه الجوفية. الجواب: بسبب مناخ المحافظة الذي عرف بقلة أمطاره. المياه السطحية راح تتمثل بنهر الفرات وجداوله، هذه أيضا تنحفظ التعاريف مع الموارد المائية. تتمثل بشط الهندية الذي يعد المصدر الرئيس للمياه في المحافظة، يجري في الأقسام الشرقية، وتشرف المحافظة من جهة الشمال على بحيرة الرزازة التي تقع بين محافظتي
كربلاء المقدسة والأنبار. هذا يجيكم كتعريف. عرف نهر الفرات وجداوله في محافظة كربلاء، راح يكون هذا التعريف. تعريف المياه الجوفية: تتمثل بالواحات والعيون والينابيع التي يعتمد عليها سكان الأقسام الغربية المحادية للهضبة الغربية في نشاطهم الاقتصادي، ومن أهم تلك العيون عين التمر شفافة. هذه ما هو التعريف نهر الفرات والمياه الجوفية. تنحفظ، مطلوبة من عندكم تحفظوها إضافة إلى التعليل اللي مشرت لكم إياه. شكرا جزيلا.